يعني يتزامن هذا الاعتصام الأسبوعي هنا في مدينة طول كرم مع اعتصام آخر ينظم أمام المبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، تضامنا مع الزميل الصحفي بكر عبد الحق مراسل هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين بمدينة نابلس، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من على معبر الكرامة أثناء عودته من الأردن بعد أن شارك في عدة مؤتمرات شبابية وصحفية. طبعا سلطات الاحتلال تمنع محاميه من الالتقاء به، أخضعته للتحقيق ويخضع للتحقيق في مركز بتحت تكفى. نحن باسم نقابة الصحفيين والأطر الصحفية بالوطن نطالب بسلطات الاحتلال بإطلاق سراحه فورا، وأيضا الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عنه وعودته لمزاولة عمله الصحفي.